هذا وقد ثمن أساتذة في الإعلام وصحفيون إنجاز قناة النهار بنيلها المرتبة الثانية في مسابقة يوتلسات العالمية، واعتبروه شراقة جديدة في المشهد الإعلامي في الوطن وحتى العالمي. هاشمي خيراني والتفاصيل. قناة النهار في المرتبة الثانية لأحسن القنوات الإخبارية لسنة 2016 من بين 120 قناة عالمية وفق ترتيب الشركة العملاقة للإعلام والاتصال يوتلسات. تتويج يراه أساتذة الإعلام رسالة واضحة لمن شكك ومازال في قدرة شباب جزائري استطاع في فترة وجيزة أن يثبت عكس ذلك. الحقيقة أن تجربة النهار بينت أن مجموعة من شباب رفعت التحدي سواء داخليا أو كما شاهدنا يعني مع هذه المسابقة خارجيا، وكذلك هو رسالة للذين رهنوا على أن المؤسسات السمعية البصرية الخاصة قد تفشل خلال خمس سنوات. الآن خلال خمس سنوات قناة النهار يعني حقت مكانة كبيرة داخليا، والآن يعني كسرت هذاك الحاجز وحقت كذلك مكانة خارجية. ورغم حجم القنوات المنافسة وثقة لمن يقف وراءها، استطاعت قناة النهار أن تفك المعادلة الصعبة. يجب أن ننسى أن فرنسا هي الناطقة باسم الخارجية، باسم الخارجية الفرنسية، والبي بي سي هي الناطقة باسم الخارجية البريطانية. النهار بهذه الأسرة يعني الصغيرة واستطاعت أن تنافس الكبار على وأن تصعد إلى منصة الكبار. نجاح قناة النهار هذا كان خبرا سارا نزل على صحفيي المستقبل، فمجال الإعلام بالجزائر في الطريق الصحيح ومستقبلهم المهني لا خوف عليها. أنا كطالبة في الإعلام سنة ثالثة نشوف بأنه قناة النهار تستحق هذا الفوز، ويحفزني هذا الشيء باش نزيد أكثر نبذل مجهود ونخدم في هذا المجال. ده يعطينا تفاؤل أكثر، خاصة لنا نحن كطلبة إعلام كي نخرجوا للميدان ممكن مش راح نلقوا الفرصة، مما دام طلعنا في المستوى وتحصلنا على ثاني جائزة يعني هذا يعطينا الفرصة إن نوصل للعالمية عن طريق الوطنية. العمل الدائم والشاق والثقة المتبادلة بين مسؤولي قناة النهار وطاقمها جعل من تجربة عمرها أربع سنوات أن تطرق باب العالمية. هذا ولم يتأخر رجال وسيدات الأعمال ومدراء شركات عمومية وخاصة في تهنئة قناة النهار بهذا التتويج الباهر والذي اعتبره كثمرة للمجهودات الصحفيين الشباب. أحمد بطاف وأحمد محمودي. نهنئ قناة النهار لتحصلها على المرتبة الثانية بعد فرانس 24، كمان لو دوزيام بري ابري فرانس 24 سويت ا ليفينمون يوتلسات. فرانشمون فيليسيتاسيون اي جو سويت بوكو دو كونتينياسيون. برافو. شكر على العمل اللي تقوم به النهار، و سي شان تري ديناميك. لا بروف في الكلاسمون مونديال في لي نيوز راهي كلاسي دوزيام، وهذا الشرف لل les journalistes gars algériens ou les chabab, avec les peu de moyens qu'ils ont, ils sont arrivés à se classer sur le podium. Cette récompense est méritée et on aimerait que tous les médias algériens aujourd'hui puissent recevoir une récompense comme celle-là, parce que il y a beaucoup de jeunes dans les médias, ils travaillent vraiment beaucoup, ils sont très actifs et je pense que c'est normal, c'est un juste retour. Félicitations. Ils ont eu la deuxième place pour l'UTEL Awards, Moussabaka Alamia. Ils sont classés juste après France 24. Et en troisième place, BBC, que tout le monde pense que c'est une chaîne worldwide, alors que Nahar TV, 100% algérienne, elle est classée deuxième. Et c'est grâce à leur logistique. Donc, Atekoum Saha, merci beaucoup. Vous avez fait beaucoup pour nous. Cette récompense-là, c'est le résultat des efforts de toute la composante humaine. Au niveau de Nahar News et TV. Et ça revient en fait à la qualité de la ressource humaine au sein de Nahar. Et puis bravo pour cet exploit. تقديم كل التهاني الحارة لقناة النهار التي تمكنت يعني في وقت وجيز مقارنة بقنوات أخرى عالمية من الحصول على المرتبة الثانية في مسابقة أوتيلسات، وهي كانت في منافسة مع قنوات كبيرة وعالمية، وأثبتت مرة أخرى أنها القناة الإخبارية الأولى في الجزائر، ومثلت الجزائر أحسن تمثيل على المستوى العالمي. فيليسيت نهار تي في pour sa distinction venir après BBC c'est quand même quelque chose de très important et comme vous l'avez dit ça représente en fait notre pays qui l'a